أول حالة كانت الساعة 2:30 كانت حالة فردية، وبعد كده بدأت الحالات بتتوالى عائلات على مدار كبير، بعضها ما كانش فيها أي علامات مرضية وبعضها كان مدعي، وجزء منهم كان عنده مغص وقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة. اتعاملنا مع الحالات اللي جت لنا بتشخيص الحالات كلها على إنها اشتباه نزلة معوية، وخدنا منهم عينات على أساس نبعتها للمعامل المركزية علشان تتحلل ونشوف. خدنا عينات من القيء وعينات من البراز، وتم اعطاء الحالات المحليه. حجزنا 141 حاله من اصل 600 خرجت على المستشفى. ال 141 حاله دلوقتي بفضل ربنا بعد حوالي 6 ساعات او 7 ساعات اللي باقي منهم 34 حاله عندنا. ال 34 جاري بعضهم دلوقتي تحسن، بعض 8 او 10 حالات منهم يعني ان شاء الله على اخر النهار هيكون كل المرضى متعافين. طب هو السبب الرئيسي كان ميه الحنفيه ولا ايه بالظبط؟ ما اقدرش اجزم بحاجه زي كده. الناس كلها ما حدش ادى تاريخ مرضي اي حاجه، ولا ادى تاريخ يفيد ان الناس دي تعاطي حاجه بعينها. الناس كلامهم متضارب، في اللي بيقول كلب وفي اللي بيقول شرب، لكن الفيصل في النهايه لتحليل المعامل. تم اخذ عينات من الشبكه الرئيسيه للميه في الابراهيميه ومن الخطوط والفروع، والحاجات دي هتتبعت في المعامل المركزيه للتحليل ونشوف الدنيا فيها ايه.